يوما تلو آخر ترتفع معدلات العنف الأسري المسجلة في العراق وخصوصا بحق المرأة. ويشير استبيان أصدرته دائرة تمكين المرأة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن 98% من المتعرضين للعنف الأسري هن من النساء. غالبية النساء المعنفات يخشين الحديث خوفا من ملاحقة ذويهن المعنفين فيما اشترطت إحداهن إخفاء هويتها. بعد ما انفصلوا أمي وأبوي أمي كنت أروح لهم، رجل أمي دائما يعتدي علي بالضرب وزوجة أبوي نفس الشيء. فبعدين أنا بعمر 18 إجا واحد أكبر مني ب 30 سنة دفع مبلغ جدي، فأني رحت يعني تزوجت وبهاي العائلة. يعني عبالك يمكن الفلبيني عنده حقوق أكثر من عندي. وتشخص منظمات حقوق الإنسان الأممية ومفوضية حقوق الإنسان العراقية تسجيل مؤشرات عالية لارتفاع معدلات العنف الأسري ضد المرأة خلال فترة تفشي جائحة كورونا، فيما تؤكد ناشطات أن ارتفاع حالات الانتحار ناجم عما تتعرض له المرأة من عنف أسري متفاقم نتيجة العوامل الاقتصادية والأعراف والتقاليد وفق مختصين. حالات الانتحار هو أحد الأسباب العنف الأسري اللي تواجهها المرأة. اليوم كثير من الحالات من الانتحار هو بسبب الضرب، بسبب التعنيف. نجد أن الجانب الاقتصادي هو الجانب الأهم، بالإضافة إلى حقيقة الأفكار العرفية اللي موجودة. اليوم المرأة بدأت تطلع وبدينا يصير عندنا انفتاح على العالم. وترى مدافعات عن حقوق المرأة أن تشريع قانون مناهضة العنف الأسري سيسهم في الحد من ارتفاع العنف الأسري ضد النساء، رغم أن القانون وحده غير كاف لإنهاء الظاهرة الخطيرة. قانون مناهضة العنف الأسري أصبح ضرورة موضوعية ملحة مع تصاعد العنف المجتمعي والعنف الأسري. أنا أقول القانون وحده ما يكفي، لكن القانون وسيلة رادعة، وسيلة تخلي الآخر يفهم أن هناك مساءلة. وتؤكد دراسة لوزارة التخطيط العراقية إن امرأة واحدة من كل 4 نساء تتعرض للعنف، بينما سجلت وزارة الداخلية في العام الماضي 15,000 حالة عنف أسري، 70% منها انتهاكات بحق المرأة. أسعد الزلزلي، الحرة.